لكن هل في يعني فرصة احنا حقيقية؟ ما هو ده اللي بنتكلم أنا عايز، هل في فرصة حقيقية ولا يعني طب إسرائيل هتعمل عملية برية في الجنوب اللبناني، هل مين هيتصدى لها؟ هل حزب الله هو اللي هيتصدى برضه؟ يعني هو لسه في سلاح وفي حزب الله طبعا. موجود وهي ولا؟ اسرائيل مش عايزه تخش على فكره، عشان بس بص حضرتك حكايه العمليه البريه دي، طب ما عملوها في غزه وبيخرجوا. أنا اسرائيل لا تريد لا، ان في تحتل خبر هنا الاراضي، بيقول، لكنها وعن يعني مجلات محترمة يعني، وقالوا إن في نتنياهو رافض وقف إطلاق النار وهيعمل عملية برية خفيفة، هو بيقول كده خفيفة يعني زي ما قال في غزة. بالضبط. يعني ايه عمليه خفيفه؟ يعني يعني هو هيخش يشوف ممكن الناس يحتل اللي 10 سنين كده ولا حاجة يعني، خفيفة برضه. لا. وعلى فكره اسرائيل لا تحتمل هذا، وهم على طول بيعملوا العمليه واحدة بتاعتهم ويخرجوا. أستاذ هي هادي، كل الكلام ده اتقال الحكايه في غزة براءه يد وقالوا إن الله. إسرائيل لا تحتمل الحرب في غزة 30 يوم وقعدت سنة قعدت سنه ولسه قاعدة علشان كمان، الموضوع كان وعملت حاكم عسكري وممكن تقف للشمال شويه، لكن وهتعمل حاكم عسكري للجنوب. يعني بص يا استاذ عادل، أنا بص عمال أقرأ اللي بيحصل يعني، مش أنا مش مع ده، ودايما أنا مع الشعب الفلسطيني وبقول إن إقامة الدولة الفلسطينية هو الحل زي السياسة المصرية، لكن كيف في وسط هذه الأحداث حينما يا اللي استاذي متناقضة حينما جدا مع هذا تطمئن الرأي يعني. اسرائيل، يا استاذ عادل بعد اذنك، حينما تطمئن اسرائيل ان مفيش مقاومه من داخل غزه هتخرج. لان هتعمل ايه بغزه وهي مهدوده؟ هتعمل ايه بغزه وهي بتحتلها؟ ها؟ ما في مسؤوليات في الاحتلال، هو انت مش بتحتل كده وما، لا انت عندك مسؤوليات. فاسرائيل في غنى عن هذا وبعدين برضه اسرائيل ليها روابط مع بعض الدول العربية والأوروبية التي تهتم بلبنان. فمجرد ما إسرائيل هتطمن هتخش في عملية برية، مجرد ما تطمن إن ليس هناك مقاومة في جنوب لبنان هتخرج. تقعد تعمل إيه؟ ما هي ممكن عايزة، تكون بس ترجع، بتصفي. هو هي السبب، هي قالت أنا عايزة أرجع سكان الشمال، شمال إسرائيل يعني، اللي هم حوالي 80,000 ونازحين دلوقتي على المدن اللي هي أكثر أمنا في تمام إسرائيل من الحدود. ده هدفها، هدف إسرائيل تمام ده، ترجع الناس دي، يبقى أكيد هتخش بعملية برية عشان تحميهم. لا ماشي، مش اكيد، لا مش اكيد، لا بس هي مؤكدة، علشان إسرائيل تطمن ان متأكدها، أنا أم فيها ليه؟ يا استاذي الفاضل، هي بمجرد ما تطمن ان مفيش مقاومة هتطمن ومفيش إزاي ضرب. إلا بزوال البؤر اللي بتهدد الشمال؟ هتطمن إزاي طيب؟ طب ما هي بتعمل ايه دلوقتي؟ هي بتعمل ايه دلوقتي؟ ما هي بتعمل بتضرب البؤر ضربات بس وبعد كده علشان هتعمل لما البر يخش ما يبقاش فيه مقاومة، زي أي حرب عادية، زي ما حرب تحرير الكويت، دخلت بالطيران الأول وبعدين دخلت بري، ما هي كده، هي دي اساس وقواعد اللعبه العسكريه يعني، او الحرب العسكريه. ما هي ضربت في اسرائيل غزه وبعدين هتخش اقتحمت بري، ما هي هي هتنظم. ما كده انا اساس نفس هاي. الكلام، احنا متفقين يا استاذ عادل، انت هي نفس الفكره. اسرائيل طيب هتخش تصفي البؤر اللي موجوده وتخرج، مش محتاجه انها مين بقى اللي تحتل، يخرجها؟ مش محتاجه انها تحتل، لازم هي كيان هتخرج من نفسها. يتفاهم معاها عشان تخرج. يا فندم ما هو هي هتخرج من نفسها، لان علاقاتها بالدول العربيه والاوروبيه التي تهتم بلبنان تمنعها من انها تستمر طب في انا اقول لك الاحتلال. حاجه قالها بعض رؤساء العرب على الخروج الجيش الامريكي من العراق، قالوا لو الجيش الامريكي خرج من العراق والعراق ما عندهاش جيش، فيبقى لا، ده خطر على العراق نفسه، لان القوة العسكريه حتى لو انا رافضها بتدي نوع من انواع الامن في المنطقه، ولما تيجي تخرج لازم تبقى في قوه عسكريه بديله لها تبع الدوله، وده كان الرأي. طب إسرائيل احتلت في جنوب لبنان، ماشي يعني بافتراض يعني، ولما تيجي تخرج ومفيش كيان هيجي يخش علشان يعمل معاها اتفاقية في الجنوب اللبناني، ايه اللي يخرجها؟ هو ده السؤال. مفيش اتفضل. جنوب لبناني بقى ساعتها، ساعتها مفيش حاجة اسمها جنوب لبناني، في حكومة لبنانية هيبقى في كلام بينها وبين إسرائيل وحدود واحترام واتفاقيات وهكذا. وبعدين بعض قوات الجيش اللبناني المحدودة هتبقى على الحدود برضو عشان تحقق. ده اللي بيحصل.
انما فكر، ما هو لما نفس الكلام اللي انت بتقوله، ان لما اسرائيل، انسحبت من غزه، ياسر عرفات قال لهم ده اتفاق، من اتفاق احادي، وما كانوش راضيين. ليه؟ لان عارفين لما تنسحب هيحصل مشاكل. انما انا بقول لك ان لما يبقى الاتفاق مع الحكومه اللبنانيه الكامله والموحده، لازم مؤسسات المجتمع اللبناني تكتمل ويكون موحدين. واظن ان الحرب مع اسرائيل هتوحد بعض الجهات، اعتقد انه هيقدروا يتفقوا مع اسرائيل وينتهي الوضع. لكن اسرائيل مش هتخرج من لبنان غير لما تنهي المقاومه نهائيا. هل من مصلحه اسرائيل ان الفصائل اللبنانيه تتوحد في دوله مدنيه هيبقى بتضمن لها اتفاقيه مع دوله، ولا هنرجع تاني تبقى ميليشيا تحل محل ميليشيا ايا كان اللي جاي؟ اتفضل. ما اعتقدش ان ممكن يدوا فرصه تاني للبنانيين، مش هيدوا فرصه تاني لاي ميليشيات تتحكم في قرارات الدوله اللبنانيه، لان هم بيعانوا بقالهم اكتر من 30 سنه من هذا الموضوع، من سنه 92. فلا يمكن يرضى، والا بقى هم يبقوا تخلوا عن بلادهم. اعتقد انه بمجرد ما تنتهي الحرب رؤوس الاموال ممكن ترجع تاني، الاقتصاد ممكن ينتعش مره اخرى، نبتدي نوضب الكهرباء والميه والديوان الحكومي او الدولاب الحكومي زي ما بيقولوا، وترجع لبنان مره اخرى، والمواني تتبني وهكذا، ويبدا الاقتصاد اللبناني في الانتعاش. وهم قادرين على كده لانهم اللبنانيين طول عمرهم تجار شاطرين. تجار شاطرين، انا عارف، وحتى الفلسطينيين تجار شاطرين، كل المنطقه كانت تجار شاطرين وقتها. بالظبط. هي كمان لبنان عندها مشكله ان سوريا كانت بتساعد، لكن سوريا لا حول لها ولا قوه الان. كانت بتساعد مين؟ لبنان في مخترق. كانت بتساعد سوريا، كانت بتساعد مين يا استاذ هاني؟ يعني سوريا دي كانت جزء من المشكله، كانت مش حل. لبنان يا استاذ عادل كانت بتساعد حزب الله. لا لا لا، معلش، ده في وقت من الاوقات لما بقى العدو واحد. لا، من الاول كانت امل الشيعيه والاسلحه اللي وصلت ل، ما هو دي بعض الناس بتقول كده، مش انا اللي بقول، وانا هعرف، انا وانا كنت عايش معاهم. ما هو بعض الناس، انما مش كل الناس. ماشي، بعض الناس. لكن هل سوريا كل واحد وله رايه؟ طب ماشي، السؤال، هل سوريا كانت يعني جزء من المشكله، ولا كانت بتساعد لبنان على انها تحل المشكله؟ لا، لما ما كانش في مشاكل وكانت سوريا واقفه على حلها، كانت بتساعد لبنان في حاجات كتير، وكان التبادل التجاري مستمر، وكانت الشام وبيروت واحد يعني. ويعني كان الانتعاش اللي موجود في سوريا، لان سوريا كانت بلد مكتفيه ذاتيا تقريبا، فكانت مع الى ان حكمها حافظ الاسد. لا يا باشا، في عز حافظ الاسد بلاش الكلام المستفز. وبشار الاسد هم اللي عملوا اتفاق ذاتي داخل سوريا، لازم تعرف كده. يعني حافظ الاسد ذاتي جه في وجود حافظ الاسد وفي وجود بشار الاسد، بلاش الكلام اللي هو التلطيش اللي من بعيد لبعيد ده، اللي ملوش اي طب مشكله معنى. سوريا ايه دلوقتي؟ يعني هم بيتقاتلوا ليه دلوقتي السوريين مع بعض؟ لما هو حافظ الاسد عمل لهم امن اجتماعي وغذائي واكتفاء ذاتي، هم بيتقاتلوا ليه مع بعض؟ حقيقه محدش يقدر يكنها. بيتقاتلوا ليه؟ هو احنا كنا ليه قامت هنا ثوره؟ ايه اللي حصل في ايه اللي حصل في ليبيا؟ ها؟ قامت ثوره علشان ثانيه واحده يا استاذ هاني، هل الشعب المصري تقاتل مع نفسه؟ لا، هو ثوره لتغيير الحاكم اللي بقاله 30 سنه بس، مش اكتر. طيب وليبيا؟ ليبيا 40 سنه حاكم، بقاله 40 سنه وكان متحكم في القبائل بطريقه ديكتاتوريه على الاخر. يعني ما تقوليش كلمه ديكتاتوريه دي، بلاش، كان متحكم فيهم ديمقراطيه زي ديمقراطيه ايطاليا. ولا يهم، بس ايطاليا قبل الحرب العالميه الثانيه. دي طبيعه شعوب، نحن لا نقبل المنطقه هنا، لا تقبل
التغيير الحاكم. لا احنا من ايام الفراعنه يعني، مالك؟ طب يعني هو ده، هو ده غيرنا الملك ليه طيب؟ يعني انت لا تقبل تغيير الحاكم، انت غيرت الملك وغيرت الملكيه الجمهوريه، لان كان في استعمار انجليزي، وغيرت نظام جمهوري، فيعني ايوه عشان في استعمار انجليزي والملك كان بيتواطأ معاه. ماشي، الملك كان متواطئ مع الاستعمار الانجليزي، ده كان ضد الانجليز طبعا. مين ده اللي كان ضد الانجليز؟ الملك كان ضد الانجليز، ضد الانجليز عشان كانوا، لا 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 الكلام ده مش كان. طب ماشي، كان بيحوطوا بامر الانجليز في سنه 51، حوطوا القصر بتاعه لان هو كان عايز يتحكم في رئيس الوزراء ما يبقاش تابع للانجليز، والانجليز جابوا رئيس الوزراء رغما عن انفه، يبقى ازاي كان متواطئ معاه؟ انا بقول تاريخ، لا لا وبقول وقائع، فيعني معلش يعني انت خلينا من الملكيه، احنا دلوقتي جمهوريه محترمه، وسيبك من الملكيه والعهد السابق والكلام ده كله، احنا بنتكلم في حاجه ثانيه يعني دلوقتي. جمهوريه محترمه، ثانيه واحده. احنا لما حاربنا الارهاب في سيناء، وده سؤال كان في ناس من الطائفيه اللي كانت موجوده في سيناء وبعض الفصائل اللي كانت ضد النظام المصري وتم التخلص منها او تحييدها، لكن الناس ما رجعتش في العريش،